الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم عن حارة القرآن الكريم في السويد. الآن أصبح خائف، أصبح مرتبك بفضل الله عز وجل. هذه الجريمة لم تجر له إلا الندامة، إلا الخزي، إلا العار. هذه الجرأة على دين الله عز وجل لم تسبب له إلا النكد في عيشته، إلا الخوف، إلا محاولة الهرب إلى حيث لا يدري. هو الآن خائف على نفسه، يوجه نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يريد الحماية. هناك مقطع فيديو للعراقي سلوان موميكا الذي حرق مصحفا في السويد في أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعظم يوم في السنة، في يوم نزول الناس عن جبل عرفات. هو الآن يعرب عن خوفه ويحمل السويد مسؤولية أمنه ومسؤولية الحفاظ على حياته. السويد شرعنت ووافقت وشاركت في هذه الجريمة. الآن هذا الشاب حارق القرآن الكريم يحمل السويد مسؤولية أمنه وحياته، لأن هناك تهديدات حقيقية دولية على حياته كما يقول. الحكومة السويدية التي شرعنت هذه الجريمة المنكرة، الآن بعد هذا الموقف الدولي والموقف العربي والإسلامي وزيادة على ذلك الموقف التركي المتقدم، الآن هي تتراجع وتدين الحدث. في السابق تحدثت عن حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي، لكن هذه الحرية لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا يمكن أن تقبل عندما يتم الاعتداء على حرية الآخرين، على معتقداتهم، على شرفهم، على كرامتهم. هنا تنتهي الحرية. إذن هذا الشاب السويدي من أصول عراقية قام بحرق المصحف. الحكومة السويدية تقول إنما قام به عمل معادي للإسلام. لماذا سمحتم له؟ لماذا وافقتم على هذا العمل؟ لماذا قامت الشرطة بدل منعه بحماية المكان؟ لماذا اختارت الشرطة الساحة أمام أكبر مسجد في ستوكهولم؟ هذا يعبر عن طبيعة العداء من هذه الحكومة السويدية للإسلام والمسلمين. هذا هو موقفكم، ولكن الآن أنتم أيها الأنذال تريدون أن يكون هناك موقف ضاغط على تركيا كي توافق على دخولكم في حلف الناتو. أنتم لم تتراجعوا عن عدائكم للإسلام، ولم تتراجعوا عن هذه المواقف التي كلها خسة ونذالة في الاعتداء على عقائد الآخرين. البيان السويدي جاء بعد قرار منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها في جدة في المملكة العربية السعودية، دعت أعضاءها إلى اتخاذ إجراءات موحدة لمنع تكرار أفعال مماثلة، بمعنى أن سيكون موقف عربي إسلامي ضد الدول التي تسمح بهذا الفعل الخسيس.
التي تسمح بهذه الجريمة. الخارجية السويدية قالت أن الحكومة تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للإسلام. لا، هي مسيئة بالتأكيد، وهذا الفعل الذي نحن بصدده لم يكن في مظاهرة، إنما كان مخطط ومعلن عنه. وهذا الشاب أخذ التراخيص ووفرت له الشرطة الحماية للقيام بهذه الجريمة. أنتم تريدون أولاً تمزيق المجتمع السويدي. المسلمين في السويد يزيد عددهم على 1,000,000 نسمة. ألا تحترمون هذا الجزء الكبير من المجتمع السويدي؟ الوزارة تقول أنها تدين هذه الأعمال، وزارة الخارجية السويدية، وهي لا تعكس على أي حال، لا، هي تعكس آراء الحكومة، وهي تقول تتحدث عن حرية التعبير عن الرأي المحمية في الدستور. هذه الحرية يجب أن يكون لها حد، بأن تتوقف عندما تبدأ حرية الآخرين. الآن سأعرض عليكم مقطع الفيديو الذي يطلب فيه هذا الشاب السويدي توفير الأمن والحماية له. همين أقول نحمل السويد مسؤولية أمن وسلامتنا اثنيناتنا، لأن هناك تهديدات حقيقية دولية. أنا رائع شعال سويد، الدوليين ما يقدرون كل شيء يسوي لك. سلوان، أي شيء خارج السويد. يا سامي أنت ليش تستهين؟ أنا أفكر بعيد. أيوه. أعرف فلوس تسوي كل شيء. يا سامي أنت تستهين بعقلي. أوكي حبيبي أوكي. انت ماكو شيء عليك، كلها سلوان اميك وسلوان اخريكا. لا حبيبي، لا انا وياك ما ايضا بالصوره هذه ما اخاف عزيز، زين احنا اتبعنا القانون السويدي. وعلى اساس انا هو... ماكو شيء جاي ارجف اني يا اخي. يعني افهمني 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 بس سلوان حبيبي، لا تطلع اللي بايدك لو سمحت عشان البث. اوكي، خلي بس انه اسد الكل. اخواني اللي موجودين في البث بعد اذنكم كبسوا على الشاشه واعملوا شير للجميع. ديله دهاني ديله دنها لايفن ويلا دنفسه. كرر مرة ثانية أخ أوتي، كرر حكيك. أوكي إم قلتيل كاني كاني الله سوم فين سيدها لايفن ديرا لايفن مي إيرفن ومي إيران. لا كرر إنه حياة سلوان موميكا في خطر، هناك تقصير في حمايته من قبل السلطات السويدية. سلوانس ليف آر إيفالت يسنو افتدي سمها هنتيغور بوليس مستفشتو دهار تهربوا الفالت تهرين تسكوي. سامي قول. شكرا شكرا حبايبي، ادعموا بشارة تيك توك حبايبي، ضعوا صورتي واكتبوا عليها، بس مجرد ايام اكتبوا عليها نحمل السويد مسؤولية السلامة وحماية امن سلوان موميكا. لازم خلوا صورتي واكتبوا عليها، تطلع لازم تصور الفيديو وتطلع ترند بس زين، واني انه اكتب لك اياها، اعلمك هي كليفه كلش صغيره. هو بيصير صدر سلمانز ليف اي فورا. اوكي انا هور فوت امونغ هوت. اوكي هاز ليف فورا سو في بير بوليسنا ادم تو دان هرسيت وخونتي الفورسيت وخون دهار اني نسكوي دهاندلري ام ماني خن سليف كومري هاندن هونتينغ ما سلمان دوير. الحكومه العراقيه، كون هذا الشاب من أصول عراقية الآن لديها تحرك ضد حارة القرآن في السويد، تسعى الحكومة لاسترداده ومحاكمته، وهذا أمر جيد، حيث أعلنت السلطات العراقية يوم الخميس الماضي أنها ستلاحق حارة القرآن الكريم في العاصمة السويدية وستتحرك لاسترداده ومحاكمته في البلاد. رئيس مجلس القضاء فائق زيدان أعطى الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي أقدم على حرق المصحف الشريف، عملاً بأحكام القانون العراقي، قانون العقوبات العراقي النافذ،
وأوعز إلى رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى بإكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد هذا الشخص ومحاكمته حسب القانون. إذن هذا الشخص الآن ملاحق على كل المستويات، وبالتالي هو لا يشعر بالأمن، هو الآن فقد الأمن الشخصي له. أي خزي وأي عار يلاحق هذا الشخص في الدنيا، وأي خزي وأي عار ينتظر عند الله يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.